98% نسبة الإنجاز في طريق تبنى، والعمل جار بمراحله النهائية بحسب وزارة الأشغال. مشروع توسيعة الطريق وتأهيله انتظره السكان لعشرات السنوات، وأنهى مشقة كان يتحملها كل من يعبره. تغيير كبير على حال الطريق بحسب السكان الذين طالبوا بتوفير عناصر السلامة العامة لغيابها عن أجزاء كثيرة منذ بدء العمل به إلى اليوم. كان أول مقطوعين كانت مقطوعة وتصدق غير على البوذيان. هسا والله ممتاز، شارع ممتاز، صار شارع بينت قرية. هسا الناس غير أضواء وأصليات، يعني أضواء واللي ونارة. صحيح انجزوا بشكل سريع، لكن عندهم يعني شغلات صغيرة مثل عواكس، شغلات للسلامة، مثل كان ما شفت أنت يعني الدربزين اللي حطوه ما بيحمي إنه سيارة أنها تنحدر وتطيح لتحت. شغلات يعني كثيرة ناقصة الطريق مثل الإنارة، صار عليها أكثر من حادث، يعني لحد الآن يمكن 6 قلابات قلبوا على الطريق. والطريق تبني الحمد لله رب العالمين، يعني تغيرت تقريبا حوالي 180 درجة عما كانت عليه. الطريق تبني بالبداية كانت عبارة عن طريق صعبة جدا، ميلانها كبير جدا، أما الآن الحمد لله رب العالمين بعد المكرمة الملكية السامية أمر سيد البلاد جلالة الملك بتوسعة الطريق وبعمل طريق بديل. وزي ما انتم شايفين الانجاز اللي صار هذا يعني عمره لا يتجاوز 4 أشهر، والعمل متسارع جدا جدا جدا، يعني غيب عن المنطقة أسبوع ارجع بعدها بأسبوع بتلاقي في انجاز كبير جدا. ليس ببعيد عن طريق تبنى طريق عيون الحمام مدخل لواء الكورة الذي أغلق مجددا بعد أسابيع من افتتاحه، وعادت أعمال التأهيل مجددا، وعادت معها شكاوى السكان لتأخر الانتهاء من المشروع. بالنسبة لطريق عيون الحمام سيئة جدا، سيئة كثير، يعني بتخوف، خاصة هالكربات وخاصة هاي التحويل اللي عملوها جديد كثير ضيقة. يعني قبل يومين يعني احنا كنا مروحين زي هيك من اربد، كان قلاب واقع على الطلوع شايف. ويعني بالنسبة لشغلهم للجسر هذا لهم 10 سنين، يعني لو الجسر هذا عملوه من بداية الطريق لكان ما كلفهم هالتكاليف هاي. كل مرة بيعالجوها بنرجع من عيد الكرة كمان مرة، نبع مية، انهيارات كثيرة، تحويل سيئة. الآن أي آلية كبيرة عم بتلاقي قاعدة بنص طلوع بتوقف، بقطع لنصها بترجع لورا إلا غير تعمل لها حادث. يعني لها 10 سنين بيشتغلوا فيها، والله احنا تغلبنا. يعني الطريق طلوعها قوي، بجوز مبين عندك على الكاميرا طلوع الطريق. تريلات بتوقف، شاحنات، قلابات بوقف من أعراس الطلعة، كثير من وجه خطورات. يعني نسايق بكم كل يوم رايح جاي منها، بلاقي سيارات آليات كبيرة وين واقفة على الطلوع. الشركة المنفذة لطريق عيون الحمام أوضحت أنها سلمت المشروع قبل أشهر، لكن ظهرت هبوطات بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووجود المياه أسفل الطريق، وعادت لتنفيذ حلول هندسية جديدة في الموقع تضمن عدم حدوث الهبوطات مرة أخرى، ورجحت أن يتم افتتاح الطريق قريباً. إذن شهدت بعض شوارع لواء الكورة أعمال صيانة، غير أن هناك مناطق كثيرة لا زالت تعاني الأمرين. أهالي دير أبي سعيد على سبيل المثال وليس الحصر يعانون من تهالك في البنى التحتية، خاصة شبكة الطرق، رغم المطالبات الكثيرة بتصويب أوضاعها. قبل أكثر من 20 عاما بنى السكان منازلهم في هذا الحي بدير أبو سعيد وانتظروا أن يتم تعبيد الطرق، لكن شيئا لم يحدث إلى اليوم، لتشكل هذه الطرق عائقا كبيرا أمامهم وأمام المرافق الخدمية وتحرمهم من أبسط الحقوق. إحنا سكننا من 92 ولحد الآن بعدنا من عاني طريق ترابية، فالآن بعده من 14 سنة لحد الآن ما عادوا تنظيمه ولا اشتغلوا عليه. الآن الشارع حاض بخدم شريحة كبيرة من المواطنين. عندنا الآن مدرسة مهنية، طلاب ومعلمين ومدارس، في عندنا بلدة جفين بعد المدرسة المهنية برضه. تشهد كثير من مناطق دير أبو سعيد تهالكا في البنى التحتية، خاصة شبكة الطرق، رغم المطالبات الكثيرة بأهمية تصويب أوضاعها مع التوسع العمراني وتزايد أعداد السكان. والله الشارع يا أخي يعني بخدم منطقة، مدرسة مهنية، طلاب، حتى على مستوى الطلاب الباص المدرسة بطل يقدر يصل من حفريات، في حتى هذيك اليوم كلاب ضالة من وراء الشارع، الواحد مش قادر يصل للطلاب، أجمع على الأطفال يعني على الطلاب مدرسة حضانة. والله عندنا الشوارع مثل ما أنتم شايفين شوارع متهالكة جدا، الآن صفت الزفت الأولية راحت من المطر والمي والكذا،
والان صفت على الترابيه القديمه على البسكورس. انا دافع تزفيت وتعبيد ومن راجع ومن وكل البلديه عارفه، وهي منطقه يعني منطقه راقيه. تداخل في الصلاحيات بين بلديه دير ابو سعيد والاشغال فاقم من حال الطرق وجعل كثيرا منها غير صالحه للمسير، مسببه معاناه للسكان. اسامه المؤمني، المملكه. والحديث رحب بضيفي رئيس بلدية دير أبو سعيد عادل يحيى بن عيسى. أهلا بك معنا سيد عادل في بعد الخبر، مساء الخير. أهلا بك، يا مرحبا، مساء الخيرات، يا مرحبا، حياكم. نبدأ معك من الجهات المسؤولة اليوم عن إصلاح الطرق في بلدية دير أبو سعيد. ستي هلا احنا يعني بلدية دير أبو سعيد هي معنية بالإصلاح الطرق داخل حدود وتنظيم البلدية، هذا شيء مفروغ منه، يعني البلدية هي المعنية بالإصلاح كامل. بخصوص انا على فكره هو جزء التقرير ما انا شايفه لاني انا في مؤتمر في البحر الميت. نعم طيب حتى اجمل لك المشكله، تاخذ يعني في اعمال الصيانه اليوم في العديد. نعم. والكثير من طرق دير ابي سعيد، ما الذي نعم. يتسبب في تاخير اعمال الصيانه؟ هلا ستي المنطقه اللي انا فهمتها من خلال التقرير اللي صار اللي هي منطقه اتوقع سجير ومنطقه المدرسه المهنيه طريق جفين يعني. طبعا هذه المنطقة هي البعض من شوارع لواء الكورة. اوكي اوكي هلا نعم. لا انا من خلال التقرير الكلام اللي صار من اخواننا المواطنين اللي سمعتهم اللي هي منطقة المدرسة المهنية على طريق جفين وطريق جفين ومنطقة اسمها سجير. طبعا هذه المنطقة كانت خارج التنظيم وكان في بعض المعوقات، خلينا نحكي الرسمية القانونية بخصوص المناطق اللي خارج التنظيم. مؤخرا يعني قبل تقريبا حوالي 6 شهور تم السماح للبلديات بشكل عام انهم يشتغلوا خارج التنظيم داخل حدود البلديه. فهذا الموضوع ان شاء الله تعالى احنا المنطقه اللي حددوها او اللي حكوا عنها اللي فيها شويه فيها في تهالك الطرق في المنطقه اللي حكوا عنها اخوان المواطنين، احنا في عطاء ورسى يعني هو على احد المقاولين، وان شاء الله خلال الفتره القادمه يعني احنا يعني على مطلع شهر 3 راح تكون الامور تقريبا نشتغل فيها. يعني هل قمتم بوضع المخصصات اللازمه لذلك؟ نعلم بانه طبعًا هي باتت طبعًا تحت المسؤوليه يعني طبعًا باقل طبعًا من 6 شهور. طبعا طبعا احنا طرحنا العطاء ورسى على احد المقاولين، بحكي لك يعني الامور تمام ان شاء الله ووضعت ضمن خطه الشوارع اللي راح يتم تنفيذها ان شاء الله تعالى خلال الفتره هذه القادمه علينا. لانه يعني هناك جزئيه مهمه ايضا انه صحيح نحن الان في شهر 1 ولكن هناك خطوره على وضع هذه الطرق بان تبقى بهذا الشكل خلال فصل الشتاء، ونحن نعلم يعني الحاله المطريه التي تحصل في هذه المناطق تحديدا لواء الكوره من اكثر المناطق التي يعني تزخر بالمياه خلال فصل الشتاء، وهذه نعمة من الله بالطبع، ولكن هذا يعني شيء يقلق بعض الشيء تحديدا بأن ذلك يجعل بعض الطرق خطيرة. ستي أنا متفق معك ومتفق مع أخواننا المواطنين، ما عندنا أي مشكلة بالموضوع، هذا يعني شيء إحنا على الواقع موجود ما بننكر نهائيا، يعني ما في عليه أي، لكن هذا الموضوع مش موضوع حديث، يعني موضوع صار له أكثر من 15 و18 سنة. نعم. يعني كان في احنا مالنا في لكن العمل المؤسسي ما كان صح، انا بحكي لك بكل صراحه ما كان في عمل مؤسسي بالطريقه الصح انه هذه الامور الطرق سواء الحكوا عن اخواننا المواطنين او بعض الطرق الاخرى اللي احنا برضه حطيناها ضمن العطاء القادم ما كانت يعني انعملت بشكل مؤسسي من قبل الاشغال العامه او من قبل البلديه اللي داخل كانت داخل حدود البلديه. طيب انا يعني اختصارا الحديث انا بقول لك انه هاي المنطقه بالذات هي الان احنا طرحنا عطاء لتنفيذ الطرق، ومن خلال هذه الطرق اللي انحكت او اللي انذكرت بالتقرير هي من الطرق اللي راح ان شاء الله تعالى يتم العلاج. ايضا المنطقه اللي خلف معصره تلال الاردن برضه نعم صحيح، الطريق اللي هي النافذه باتجاه معصره تلال الاردن برضه هي من ضمن الطرق اللي ان شاء الله تعالى راح يشملها العطاء. طيب هذا يدفعني للسؤال عن قيمه المخصصات الموجوده لاعمال الصيانه، وايضا نسبه الطرق اللي راح يتم انجازها كنسبه اللي هي تحديدا خارج التنظيم. اللي خارج ما يعني هلا احنا اعطانا تقريبا حوالي نص مليون دينار. نعم اوكي العطاء اللي احنا طرحناه تقريبا حوالي نص مليون دينار، وهذا بالتالي يعني راح يغطي نسبه كبيره من الطرق اللي متهالك. احنا هلا بنحكي عن منطقه دير ابو سعيد، او التقرير كان يحكي عن منطقه دير ابو سعيد اللي هي المدينه خلينا مركز اللواء،
هلا في مناطق ثانية، أنت في عندك هذه بلدية درب سعيد، إحنا خمس مناطق من الأشرفية امتدادا من الأشرفية جنوبا لغاية تبنى بالمنطقة الشمالية. فلا بد إحنا قاعدين نوزع، يعني هاي تقدر توزع على الخمس مناطق، لكن منطقة ديراب السعيد راح تأخذ الحصة الأكبر كونها هي القصبة خلينا نحكي أو المدينة اللي موجودة. بنسبة إنجاز تبلغ كم؟ أي شو الإنجاز اللي اللي راح يتم إنجازه أستاذ عادل اللي تحدثت عنه قبل قليل بأنه خلال شهر ثلاثة راح ننجز نسبة كبيرة من هذه الطرق، شو نسبة اللي راح يتم إنجازه من هون لشهر ثلاثة؟ الطرق أيها اللي تحدثتوا فيها؟ نعم، واللي أنت تحدثت عنها اللي أشرت لها اللي تم تخصيص لها مخصصات كم نسبة؟ يعني راح توصل يعني تقريبا المنطقة الديربة السعيد بتحكي أنت بالذات مدينة الديربة السعيد. طيب متى سيتم إنجاز كل الطرق التي تحتاج لصيانة في ديربة السعيد؟ إن شاء الله يعني خلال نصف السنة الأولى هذه 24 راح تقريبا تكون كلها منتهية. أشكر وجودك معنا رئيس بلدية ديربة السعيد عادل يحيى بن عيسى، شكرا لك.